فرحانين والمغاربه رجاله حتى لاخر رمق في الحياه وكنموتوا عليهم وكبروا بينا. المغرب شرفنا ورفع راسنا كلنا، هاي مش خساره، هذا فوز إلنا كلنا. السلام عليكم اخوتي المغاربه، عرفتونا اليوم مع لا فرنسا خصنا نربحوها والصراعه نبيع مغرب الحمر عن الله. ولكن انت تبع انت شوف الجمهور الكريم من طنجة الكويرة وخوتنا الجزائر والناس في اوروبا، هذا هو سوق الخير، مارشي تاع سوق الخير. شوف شكون اللي فيه المنتخب ثلاثة وعندنا العرق في خضر، العرق خضر والدم ديالو احمر، المات الملك We'll be right back.
السيده تكمل وتسمع كما تقول. السلام عليكم، حنا فرحانين والمغاربه رجاله حتى لاخر رمق في الحياه، وكنموتوا عليهم وكبروا بينا وهزوا رايه المغرب وهزوا بينا، وديما موسود ديما موسود، والله يرضي عليهم والله يحفظهم والله ينورهم ويسمحوا لينا ضربوا على قبلنا وتعطبوا على قبلنا باش يفرحونا، ورحنا فرحانين وهذه النتيجه ما فشلاتناش، حنا رابحين وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. انا معهم والجمهور الله يرضي عليه اللي في قطر اللي في خارج قطر اللي في انحاء العالم المغربي، كنحييوه لانه وقف وقف الرجل، وحنا وطنيين حتى الموت، حنا وطنيين حتى الموت. والله ينصر سيدنا والله ينصر المغاربه وينصر الجميع يا رب العالمين. وانا كنموت عليهم ولعابه كيتساهلوا اوسيمه من عند سيدنا، كيتساهلوا اوسيمه كيتساهلوا حتى الاخر، حنا معاهم حتى الموت وفرحانين والله ما غضبانين ما طيحتش حتى دمعه، انا فرحانه وديما مغرب وبغافو بغافو بغافو لليوم. اسمعتوا خوتي، اجي اخويا كان الله يرحم الوالدين والحدايا، واش المغرب هز الدرابو ولا ما؟ والله إلا الحمد لله والشكر لله، ديما المغرب وهزنا الدرابو الحمد لله، وصلنا لواحد المستوى مستوى كبير، حنا ربي شكرناه وعاش الملك، وتنحيوهم وسندناهم، وكنشكروا الجمهور اللي كاين في قطر، وكنشكروا جميع المغاربه اللي في العالم، وكنشكروا الدول العربيه اللي ساندتنا، والحمد لله والشكر لله، حنا فرحانين الحمد لله كما قالت السيده مع خويا نيبا، حنا فرحانين الحمد لله، وديما نبقوا فرحانين. وعاش الملك الله يستر سيدنا. وانتم اخوتي انا هزنا الدرابو، اشنو هو احنا كاع خسرنا، المهم المغاربه راه اسبوعه بقاو اسبوعه، ما تقلقوش اخوتي، انا غير تنبكي من الداخل، انا ما كرهتش يربحوا، ولكن هذا الشيء اللي عطانا الله، اكون بغنا الله نربحوا نربحوا، خصنا من هذا الشيء نكونوا دايرين هكا اخوتي المغاربه، ونطلعوا بلادنا راه تابعيننا عليها وحاسديننا عليها وكل شيء فيها زين، هاد البلاد ما كاينش بحالها، والمغاربه راه حنان، ها هي فرنسا ربحات كاع، اش قدات؟ ما قدات والو، حنا راه خلينا في الدار، واش عرفتي شحال من بقا ربحنا؟ وشحال من بقا ربحنا؟ تبارك الله راه ربحنا كل شيء الحمد لله، ربحنا الفروق الواعري انت هو الفروق الواعري اللي ما عرفتش يقولوا ربحنا الحمد لله، صافي حنا خصنا هادي تخمم نتعاون هكا ضامنين هكا كلهم، حنا مغاربه تنبقوا على بعضياتنا وكبرنا بالكره المغربيه وشرفنا بالكره المغربيه، تنشكروا الجامعه المغربيه تنشكروها، تنشكروا على رئاسه الملك محمد السادس وديما المغرب الله ينصرو وبخير الحمد لله، فرحانين فرحانين اللهم لك الحمد، هاد الناس كبروا بينا وسمحوا لينا تقاتلوا على قبلنا والحمد لله والشكر لله، حتى واحد ما فيهم خايف كل شيء مزيان، الله لا كاملهم مزيانين كلهم الحظ ما عطاناش الله الحظ، باه زعما كوروا ولعبوا، من بقينا فين عمرنا بقينا حتى لهاد الوقيته، عباد الله رجعوا للتاريخ، لينا وقيته بقينا حنا، ما بقيناش تنمشيو في حالاتنا بكري، هادو هزوا لنا الدرابو المغرب وعرفوا الاسلام اش يسوى، المسلمين كاملهم عرفوا اش يسوى، رجال واعرين وكواريه اللي قعدنا حتى لهاد الوقيته خوتي، ما تكعاوش ما تكعاوش، ما نديروش شغب ما نديروش عايزه، ونمشيو ونلقينا السلام عليكم، كنت حنا الدرابو كنطينا من نهار الاول ايه، ضربنا الفروق الواعري، وحلو معانا فرنسا والله ما دخلت الا مخلوعه، ولكن الحظ ما عطاناش الله، فيها خير الحمد لله، فيها خير اخوتي المغاربه فيها خير، كاع اللي طرا فيها خير، العبوا الدراري مزيان اخويا باقي لاعبين الترتيب ان شاء الله باذن الله تعالى، ما هزيناش بعدا حوايجنا بغينا نجيو في حالاتنا، بغي يبقاو الفضيحه هي كون هزينا حوايجنا وجينا من نهار الاول في حالاتنا، لا اخوتي ما نكعاوش ونزيدوا بهذا المغرب اللي قدام، وهذه هي فاش ضامنوا اخوتي نكونوا هاك خوت ونكونوا مغاربه ونتهلاو في بلادنا اللي تابعيننا في هذه الحياه بلادنا تابعيننا فيها المغرب فيها المعيشه فيها كل شيء، ناقصها الخدمه الصبر دابا نخدموا دابا يوليو المصاري كل شيء ان شاء الله باذن الله تعالى، كل شيء شويه الصبر اخوتي، بركه عندنا اللي خلينا في التاريخ وفي العالم اخوتي، ها عرس ربي الله يوفق والديكم وكونوا هكا مضامنين وما تكعاوش الشباب ما تكعاوش، هزوا لكم الدرابو اسبوعه ما كاينش فيها تخرجش اخوتي، سيروا الله يحفظكم امين يا رب، الله يطول لكم العمر، وهذوك المغاربه مساكن اللي في قطر
انا شتي بعينيا ما مشيتش ولكني شت بعينيا ما تينعسوش ما عندك ما تقول فيهم شي حاجة لا في الجمهور ولا دوك اللي تيتفرجوا في الضيوف ولا تيتفرجوا في القهاوي كلشي داز بسلام وكلشي بخير وعلى خير والحمد لله نقولوا الحمد لله والشكر لله الحاجة اللي بغينا نطلبوا دابا الله يجيب الشتاء غير بنا يزيان وكلشي غادي يولي زين في جمعهم الخير الحمد لله جمعهم الخير الشتاء صبت الحمد لله وغادي يجي الخير ان شاء الله باذن الله تعالى وديما المغرب الحمد لله حنا ربي وشكرناه اللهم لك الحمد اسيب الله يحفظكم المغاربه والله يطول لكم العمر اخوتي والله الا بقيتوا فيهم بقى فيا الجمهور بقاو فيا المغاربه كاملهم لا تيبكي واش تدري صغير وقع في خطر وتيبكي هانيه ما يبقاش من الان المهم بقينا اليوم في التاريخ في العالم اللي بانا واللي ما باناش بقينا اليوم في التاريخ المغاربه هما المغاربه سيروا الله يحفظكم المغاربه والله ينقي عظامكم من الامارات كاملكم المسلمين كاع ايوا مسلم تيقول اشهد لا اله الا الله الله ينقي عظامهم في المغرب تعرفوا اول من الاردن ها هو تحيه ليه وجاو تفرج معنا في الماتش وبان المغاربه مسكينين ربحوا تيغوت قال لي ما عجبناش الحظ كي جاوك اخويا المغاربه تحيه للمغاربه من الاردن من فلسطين غوت باش يسمعوا الدول العربية المغرب شرفنا ورفع راسنا كلنا وهي مش خسارة هذا فوز إلنا كلنا لأنه وحدونا وخلوا المسلمين إيد واحدة عرفتوا كيف تحية كبيرة للمغرب وللاعبين وهارد لك لكل الشعب العربي لأنه المغرب رفع راسنا كلنا ووحدنا وخلانا أمة واحدة وعرفنا كيف إنه 22 لاعب وحدت 22 دولة ألف مبروك للمغرب هذا الإنجاز وما بدنا نحكي هارد لك ألف مبروك.